وعلى الجانب الآخر من معادلة الخدمات، يشكو المواطنون في صلاح الدين من تأثير سعر صرف الدولار على انتظام سلتهم الغذائية اليومية التي يحاصرها عدم استقرار أسعار المواد الأساسية. المواطنون يتحدثون عن قفزات يومية بأسعار اللحوم والبيض والخضروات وباقي المواد بغض النظر عن شمولها بحظر الاستيراد من عدمه، موضحين أن التوجه العام هو تصاعدي وأنهم تخلوا عن بعض الاحتياجات وفي مقدمتها لحوم الأغنام. الاقتصاديون لا يخفون قلقهم من زيادة الضغط الاقتصادي على الموظفين والمتقاعدين وأغلب شرائح المجتمع الذين يتعاملون بالدينار بموارد ثابتة مقابل أسعار متغيرة، ما يستوجب معالجات حقيقية توازن العرض بالطلب وليس العكس. وقد أثر ارتفاع أسعار البضائع سلباً على رواتب الموظفين والتي انخفضت لما يقارب 30% بحسب اقتصاديين، ويؤكدون أن معاناة الكسبة أدهى وأمر. والله راتبي قبل كان 8 ورقات يسوي، هسه تقريبا ما يسوي، يعني شو اقول لك، قام يسوي شويه هيجي. اذانا هذا صعود فد مره اذانا، يعني هسه قلت لك انا قبل شوي حكيت الايجار 200,000 انا قاعد الله وكيلك ماجر، وعندي طلاب 2 صف 6 وكم اصرف يعني مواد غذائيه ملابس كلها صعد السوق، والامور تعبانه ونترجى من الدوله من المسؤولين ان يعالجون هاي المشكله، لان اذت الشعب كله، تاذى الكسبه كلها. اذا تدري اذا تاذت الطبقه اللي نقول الوسطى هي اللي يشتري وكذا، ابو المحل او ابو يعني ابو المواد الغذائيه ابو الملابس كلها تتاذى، كاعتبار هاي الطبقه هي اللي مثل ما تقول ماشيه السوق او اللي محركه السوق كله. والله هسه انا يعني دولار لا تريد تجي على المواد الغذائيه صعدت، يعني دولار صعد صعد ضعفين عن قبل، بس يعني كل الناس ما عاد ذاك شغل وهذا لحتى تقدر تأمن معيشتها اليومية ودخل قليل، فأثر على السوق على الوضع العام كله، الدولار أثر علينا وصعوده، وناشد بأنه نزول الدولار، يعني شوفون حل لازم هاي شغلة الدولار، مو يبغى هيجي صعود الدولار أثر على كل شغلنا، يعني كل شغلنا وقفنا ورا الدولار. أغلبية صلاح الدين تعرف يعني نازحين لحد الآن، فهذه يعني هم أثرت بشكل كبير على الأسواق التجارية، ويعني تشوف السوق يعني هسه أكثر، هسه أنت تشوف الحركة بالسوق بس مشترى ماكو، يعني البضاعة غالية أصبحت والحاجة كلش غالية، يعني صعدت فرق كبير، فإحنا نطالب بانخفاض الدولار ونشكر قناة صلاح الدين، شكرا جزيلا. احنا نناشد الحكومة ونشد الخيرين ان يقفون على المواطن، المواطن الان في حيرة في معيشته في مشتراته للسوق، السوق صعد ويا الدولار، فالان احنا المواطن ما عنده راتب حالته بسيطة ما يجوع حسه، فما يقدر يشتري، لا يقدر يشتري ملابس، لا يقدر يشتري مواد غذائية، الله يساعده اللي عنده مريض، الله يساعده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدحج علينا، فالحكومة نطلب من الحكومة من البنك المركزي، فالسوق صعد بشكل يعني ملاحظ يوم عن يوم يصعد الدولار، فصعود نزول، فالله يساعد الفقير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بعين الرحمة، فالحكومة خد تنظر إن فالدولار غالي، هسه الله يساعد المسكين يعني الفقير ما عنده راتب، الحالة طبقة، الأدوية صاعدة، المواد الغذائية صاعدة، الملابس صاعدة، كل الحياة صعبة حيل أصبحت أن بهذا الوقت، فنرجو من الحكومة ومن السياسيين أن ينظروا للشعب العراقي وللطبقة الفقيرة.